هلو يا بنات، ورجعت لكم بكولكشن من بولا براند مكتب ان اي. كولكشن جديدة لصيف، هاي لون الكشمير. مثل ما قلت لكم، انتو فيكم تخلوها هيك وفيكم تخلوها اوف. هلو يا حلوين، اليوم حابة لكم على كولكشن صيفية جديدة من مكتب ان اي براند بولا. الكولكشن كتير حلوة قبل العيد، عن جد الوانها بتشنن وبتناسبك، لو سواء هتلبسيها على بناطيل واسعة، على جينز. انا كتير صراحة بحب هذا ستايل سندريلا بسميه، خصوصا اني عاملة شعري. كتير حبيت الخامة، حبيت الموديلات. هذا موديل سندريلا بالنسبة لي، والوانه بتعقد عن جد، كتير حلوة خصوصا على لون شعر البلوند، لان عامليته جديد. فانه كتير حبيت موديلها، شوفوها وكتير مريحة على فكرة. يعني انتي بتلبسيها مو محتاجة تحتها توب او شي لو انتي بشعرك، ولو انتي محجبة ممكن تلبسي كارينا تحتها وخلص، او جاكيت جينز. انه كتير كتير رايقة ولذيذة وطويلة على فكرة. يعني بصوا، بس الحركة دي بس.